ايه يا ابني مالك قاعد كده ليه يا حبيبي؟ لا مفيش، مفيش ايه؟ انت مش شايف منظرك؟ يعني مش شايف المناظر اللي بره في الشارع يا عم احمد؟ قلوب ودباديب حمراء وورد. اه انت قصدك على الفالنتاين يعني؟ ايوه يا سيدي، الفالنتاين عيال لسه صغيره 16 و17 سنه ومرتبطين وهدايا وحب. اه خلينا احنا قاعدين كده، عايزين مالنا يعني؟ مش فاهم. نفسي يا جدع، نفسي اشتري قلوب، نفسي اشتري ورد، نفسي كده اجيب الدبدوب واشيله على ايدي كده وافرح بيه. تشيل ايه يا ابني؟ انت ايه يا ابني؟ ايه ده؟ هو انت فاكر ابنك يا حبيبي هتشيله؟ انت ايه اللي تقوله ده يا ابني؟ كل انت حاجة عايش في تاخدها، اللاند ولا ايه؟ ايه ده؟ كل حاجة تاخدها هزار. اصلك اقعد ساكت. يا ابني هزار ايه يا ابني؟ يا ابني انتوا مغفلين، انت عايز مغفل زيهم؟ عايز ابقى مغفل زيه. طب عندك مثلا البنت دي، بص كده. ايوه هي اهي، شايف البنت دي؟ دي اسمها ايه بقى؟ مانيش عرفت. اسمها بروفاوند جيرل. بروفاوند جيرل اللي هي البنت العميقة. البنت العميقة. العميقة. اه أحلى حاجة العميقة دي، العميقة دي يعني هتحتويني. مين؟ تحتويني مش عميقة. اه تحتويك غويطة من جوه يعني. طب عندك مثلا البنت دي، خلاص خلاص انت ايه اللي تحلم. بص هنا، مين دي كمان؟ دي يعني دي اسمها سامبر جيرل. سامبر جيرل اللي هي البنت الكئيبة الحزينة في نفسها على طول دي. يا عم انت يمكن عندها حاجة ولا ظروف مضايقاها، انت تعلم بظروف الناس يا ابني. ما اكيد عندها حاجة مضايقاها ان هي تعرف ناس زيك. يا ريت تعرفني والله، انا اخليها تفرح وتفرفش. بص على دي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ابني ده اللي انت جايبه؟ تعالى بس معلش، دي صورة غلط، صورة غلط معلش. ايه اه عماد؟ ايه يا ابني؟ اخفي عماد. اخفي انت، ده ضعت الخلف قبل ما ارتبط. معلش معلش معلش. انزل بسرعة عماد، يلا. دي اسمها مان ايدر. مان ايدر يعني بتمص دم الرجاله، استغلاليه، مستغله كده، مستغله مش فاهم ازاي مستغلة يعني. يعني. تتصل بيك تقول لك يا عمر ازيك يا عمر، معلش ما تيجي نخرج النهارده يا عمر، اعزمني على كباب، اعزمني على مش عارف وجبه هابي ميل مش عارف في ماكدونالدز. يا عم احمد، يا عم احمد، على فكره انت متجني على البنات في الحته دي صراحه. مش متجني لا والله لا، يا ابني، انا مش معاك في النقطه دي خالص. مش متجني يا حبيبي والله. لا عندك بقى مثلا يا عم دي ايه ده، بس ايه ده؟ روق روق، بس روق روق. اجيب لك صور مرعبه مش عاجب، اجيب لك صور حلوه مش عاجب لك ايه؟ خليك طيب ده، خليك ده، الله يكرمك. ايه ده؟ كل هدفها ان هي تبقى مثيره للاهتمام والناس كلها تبقى مهتمه بيها وتقول اه البنت الجميله البنت الحلوه. حقها والله. دي اسمها ايه في الانجليزي؟ اسمها اتنشن سيكر. اتنشن سيكر. سيكر. سيكر قوي. سيكر. اتنشن سيكر. ايوه ما انا عارف سيكر. اه تمام. في مين تاني عندك؟ انت بتجيب البنات دي منين؟ تجيب البنات دي منين؟ انا عايز اعرف. تجيب البنات دي منين؟ تمام. عندك مثلا البنت دي. مين دي بقى؟ دي بقى اسمها توكاتيف جيرل. توكاتيف جيرل يعني بنت رغايه، تقعد تاكل ودنك. يا عم احمد عمال الله ابطل يرضى تاكل دماغك. البنت لازم بطبيعتها انها تتكلم كتير. انت شكلك هتقع في بنت واقعه، بص تقع نازل هتدفن في الارض. تقع واقع اشيلها اسندها، ما ينفعش كده. ايه ايه قلب الخصايه لا ده؟ بص ده بقى، حنان قوي. مش قلب، لازم لازم الحنان، هم البنات عايزين الحنان. عندك بقى معلم البنت دي او النوعيه دي من البنات. مالها دي بقى؟ دي بقى اسمها جوسب جيرل. ايه؟ جوسب جيرل. جوسب جيرل دي نوعيه البنات اللي بيحبوا يتكلموا على بعض ويقعدوا كده، تاخد لها اتنين تلاته كده حواليها ويقعدوا ينموا على فلانه زميلتهم اللي مش عارف اتخطبت لمين ولا اتجوزت مين ولا طب مشيت يعني مع حد مين. كده يا عم احمد، ما لازم ما لازم يتكلموا على الخطبه، عايزين يتخطبوا يا عم. وبعدين اي حد بيلم على اي حد، ما لا كلنا كده. لا انا ما بلمش احد، لا كلنا كده يا انا عم ما احمد. بجيبش سيرة. لا لا لا، انت ظالم البنات صراحه، انت كل الحاجات اللي انت قلتها ما فيش منها اي حاجه ما صح. تنكرش ان البنات نمامين. لا ما كلنا كده، ما ايه اللي نمامين؟ كلنا كده. كلنا بنتكلم كده مع نمامين ايه بعض. يا ابني؟ نمامين نمامين. ايوه يا عم قلت نمامين، بس انا عندي برد. في ايه؟ في ايه؟ اصبر يا عم. في ايه؟ التليفون ده بيعملوا فايبريشن. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ شيماء، شيماء شيماء مين يا ابني؟ صاحبتي، كنا متخاصمين وبقالنا فترة ما بنتكلمش. الو، ازيك يا شيماء؟ عاملة ايه؟ وانت والله؟ والله العظيم كنت اكلمك والله، بس الظروف، بس الشغل وكده، معلش. نتقابل؟ نتقابل نتقابل نتقابل. واشوفك طبعا، وتشوفيني. يا سلام. طبعا ده نفسك تاكلي قنبله من كرنك. انت الكلب المستغل. شفت لك، عشان قلت لك. الو، لا لا، ده قطه بنت، قطه بنت الكلب كانت بتعمل في الكاوتش. طبعا نتقابل نتقابل يا حبيبتي. احلى مان ايتر ده ولا ايه؟
اه طبعا مسافة السكة على طول. يلا سلام سلام، انا اذنك عمال خد بس تعالى. شوف الله كريم في نفس اليوم ربنا يا كرمني. ابني هتبان عشان ما نقدر. ايوه يا معقد هتبان عشان ما نقدر. حته طريه في اليوم ده ما تتفوتش يا معقد يا معقد يا عمر.